أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ. جی میم، ان علینا 11 نمبر سرا ہے نا، آیت نمبر 12 سنا دینا. ان علینا للہدا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأتقى أعلى ولسوف يرضى. چلیے اس کے بعد تمہیں میم اکثر سنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد أحد إن أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. السلام عليكم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق. من أعطى من قريب ما به من أعطى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما لليسرى راكب الكرة بالراء موتا بناه يسرى يسرى وما وأما من بخل واستغنى وہاں تک کی چاہتا میم. یہ تو آٹھ ہی آیتیں ہوئے نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تلدى وما خلق الذكر والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن نت. چلیے اسکرین شیئر ہونا آپ لوگوں کو. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز. آ رہی آواز. ساز اور پھر نفسا آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے میم. چلیے بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس مكية. اس میں جو ایک رکوع اور 15 آیتیں ہیں. پڑھیے. والشمس وضحاها والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سفاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسفاها فلا يخاف عقباها ठीक है इसको याद कर लीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मुकम्मल सुनाना है ठीक है इंशाल्लाह हाँ इफ्रा आप जो है आगे का सूरह है ना सूरतुल लैल की आयतें रिकॉर्डिंग कीजिए और सूरत शम्स भी याद करिए आप ठीक है बस बस आपने खा लेते